Beleza, Edith. مش احنا مش ملحقين على الناس، يعني بيجي كل يوم بطلع 500 حبة حسب الطياتين الموجودين، مش ملحقين نبيع، لأنه بسعر أرخص من اللي بالسوق، السوق ما فيش فيه، ولما وصل الباكيت البامبرز 280 شيكل، احنا بنبيع الباكيت ب 40 أو 20 شيكل، يعني شيء يعني متناول قوي للناس. جيت اليوم على المصنع، سمعت ان المصنع هذا بيوفر بمبز باسعار تكاليف يعني اقل بكثير من الموجود برا. يعني البمبز برا بسبب الحرب والحصار تكليفه عالي جدا، يعني الباكيت صار حقه 200 شيكل، القطعه حقها 5 شيكل. فالناس ما بيقدروش يوفروا لاولادهم. فالمصنع هذا سمعت انه ان شاء الله بديل للموضوع هذا وارخص اقل بكثير، يعني من 5 شيكل لشيكل ثمن القطعه.